بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة. اليوم راح نأخذ المحاضرة الثانية اللي هي حتكون بعنوان كولومز لو، قانون كولوم. في المحاضرة السابقة تكلمنا مقدمة بسيطة عن الإلكتروستاتيكس الكهربائية المستقلة، وعرفنا هناك نوع من الشحنات، قلنا نوعين من الشحنات، شحنة موجبة وشحنة سالبة. وهذه الشحنات وجدنا أن الشحنات المتشابهة شو يصير بها؟ تتناقض. الشحنات المختلفة شو يصير بها؟ تتجاذب، لأن هناك تتولد بيناتهم قوة، أما تكون قوة تنافر أو قوة تجاذب. وعرفنا أنه قيمة الشحنة تكون أقل قيمة للشحنة هي شحنة الإلكترون اللي هي 1.6 في 10^-19 كولوم. وهذه الشحنة لا يوجد أقل منها ولا يوجد أجزاء منها، تكون كمية الشحنة عبارة عن مضاعفاتها. من اللي أخذناه أيضا أنه هذه الشحنة تكون محفوظة، يعني لا يمكن توليدها ولا يمكن فنائها، وإنما يمكن يكون موجودة بشكل طبيعي من المادة وتنتقل من مادة إلى أخرى. وعرفنا سبب ذلك هو التركيب الذري للمادة، يعني الذرة ممكن أن تفقد الإلكترون، راح يختل التوازن في بين الشحنة الموجبة داخل النواة والشحنة السالبة خارج النواة، ولذلك تكون إذا فقدت الإلكترون تكون شحنة هذه الذرة موجبة، تكون أيون موجب، وإذا اكتسبت الإلكترون تكون شحنة هذه المادة شحنة سالبة. ليش؟ لأن إلكتروناتها أكثر من البروتونات اللي بالنواة. وعرفنا أيضا أنه هناك نوعين من المواد، مواد موصلة ومواد عازلة. وعرفنا أيضا في المحاضرة السابقة كيفية شحن جسم، وقلنا هناك ثلاث طرق: شحن بواسطة الافتكاك، وشحن بواسطة التوصيل، وشحن بواسطة الحث. في محاضرة اليوم اللي هي قانون كولوم، راح نتكلم عن القوة اللي تكون بين الشحنات. يعني لما عندنا جسم مشحون شحنة موجبة وشحن وجسم مشحون شحنة سالبة، قلنا هناك بيناتهم شنو؟ قوة تنافر، قوة تجاذب. ولما جسمين مشحونين نفس نوع الشحنة سواء كانت موجبة أو سالبة، تكون بيناتهم شنو؟ قوة تنافر. Columns of two charged particles are brought near to each other. They each exert a force on the other. لو كان هناك دقيقتين مشحونتين وقربناهم من بعض، they each راح يقدموا قوة على وحدة على الثانية. If the particles have the same sign of charge, they repel each other. إذا كانوا جسمين أو دقيقتين مشحونين بنفس نوع الشحنة، يعني أما اثنين سالبة أو اثنين موجبة، شايف بيناتهم هناك تنافر بيناتهم. That is, the force on each particle is directed away from the other particle. يعني هناك تكون قوة من هناك. قوة تكون هذه قوة أما تجاذب إذا كان الشحنتين مختلفتين، أو قوة تنافر إذا كانوا الشحنتين متشابهتين، يعني تكون موجبة أو تكون سالبة. مثل موضح في الشكل A، هنا عندنا شحنة موجبة الأولى شحنة موجبة الثانية، هناك شنو يكون بيناتهم؟ قوة تنافر، يعني تكون قوة تبعدهم عن بعضهم. يكون دائما لما نمثل هذه القوة يكون المتجه يبتدي من الجسم، والنهاية مالته تكون هو الاتجاه مالته بأي اتجاه راح يتحول هذا الجسم. الجسم هذا الثاني أيضا لاحظ عليه أن نهاية السهم يكون على الجسم، وبداية السهم هي مثل اتجاه القوة المؤثرة على هذا الجسم. هذا كما كانوا اثنينهم شحنتين موجبة. في الشكل B راح نلاحظ
هذه شحنة سالبة وهي شحنة سالبة أخرى جسم آخر اسمه شحنة سالبة لما قربناهم من بعض شو حاسب بيناتهم؟ قوة تنافر هذه القوة تتمثل بمنتجي المنتج يكون بدايته يكون على الجسم المشحون ونهاية تتمثل رأس السهم واللي هو يمثل اتجاه هذه القوة المؤثرة على هذا الجسم لذلك نلاحظ السهمين اثنيناتهم ممتدين عن بعض لكن في حال لو كانوا الشحنتين مختلفتين شحنة موجبة وشحنة سالبة يكون هناك شنو قوة تجاذب بيناتهم قوة تحاول تجذب الشحنتين إلى بعض لذلك يكون الشحنة الموجبة بداية السهم على الشحنة الموجبة واتجاه يكون باتجاه قوة التجاذب يعني نحو المركز بيناتهم والسالبة أيضا تكون بداية متجه على الشحنة السالبة ونهاية تكون باتجاه تأثير القوة That is the force on each particle is directed away from the other particle, and if the particles can move, they move away from each other. يعني لما تكون في الحالة الأولى قربنا شحنتين متشابهتين راح تكون هناك قوة تنافر تحاول تبعدهم عن بعض، يعني لو كانوا الشحنتين حاضرتين في حركة راح نلاحظ أنهم راح يتحركون ويبتعدون عن بعض. لو كانوا مرتبطين بالشحنة هناك تكون قوة تجاذب لو كانوا حاضرين الشحنتين أو الجسمين حاضرين في الحركة راح يتقربوا من بعض من هذا نستنتج التالي The force between two charges at a distance r apart is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. هناك في التجارب العملية يجدوا أن هذه القوة اللي نتكلم عنها أما تنافر أو تجاذب راح تكون شنو؟ تتناسب The force between two charges at distance r apart directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. يعني شنو؟ وجدوا بالتجارب العملية إنه هناك قوة بين الشحنات هتكون هذه القوة تكون تعتمد على المسافة بيناتهم تتناسب. تتناسب تناسب المسافة وكمية الشحنة راح تتناسب تناسب طردي هو حاصل ضرب الشحنتين وتناسب عكسي مع مربع المسافة بينهما قلنا هذه القوة سميناها قوة الشحنة الكهربائية electrostatic force that stationary charge object exert on each other depends on the amount of charge on the object and the distance between them. تعتمد هذه القوة على كمية الشحنة الموجودة على الجسمين وعلى المسافة بينهما. The equation giving the force for charged particle is called Coulomb's law. المعادلة اللي تمثل هذه القوة أو العلاقة سميناها Coulomb's law. قانون كولومب. حسب تسمينا للعالم تشارلز أوغستن دي كولوم whose experiments في 1785 led him to صياغة هذا القانون in terms of particle in figure هذا الشكل where particle 1 has charge Q1 and particle 2 has charge Q2. The force on particle 1 is mathematically written as. قلنا
تقوم هذا الشكل الشحنة الموجودة على الجسم الأول اللي هو Q1 والشحنة على الجسم الثاني هي Q2 لو كانت الشحنة الأولى Q1 والشحنة الثانية Q2 هنا شحنتين موجبتين هتكون شنو قوة تنافر بيناتهم فراح تكون الشحنة يتأثر بيها Q2 على Q1 هتأثر بقوة نلاحظ اتجاه القوة يكون بدايته من قوة الجسم والسهم نهايته هو اتجاه القوة المؤثرة على Q1 بسبب وجود الشحنة الثانية اللي هي Q2 يعني Q2 راح تأثر على Q1 بقوة مقدارها F هذه قوة F تساوي منه K وهذا ثابت التناسب ومطلق Q1 مضروب في مطلق Q2 على مربع المسافة بينهما اللي هي R هنا أنا ليش أخذنا كمية الشحنة بصورة مطلقة يعني بغض النظر عن إشارتها سواء كانت سالبة أو موجبة ليش؟ لأنه لو كانت ناتج لو كانوا شحنتين مختلفتين واحدة سالبة واحدة موجبة راح تكون حاسة ضربهم سالب لذلك راح تكون قيمة الF قيمة سالبة وهذا لا يوجد معنى فيزيائي للقوة السالبة لذلك يكون كمية مطلقة يعني مهما شحنة نوعية الشحنة سواء كان سالبة أو موجبة ثابت التناسب اللي هو K يجدر بالتجارب انه تساوي قيمته 1 على 4 باي ابسلون نوت وبالحساب هو عبارة عن 9 في 10 قوة 9 نيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع نيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع هذا شنو قيمة ثابت التناسب يقول الاستاذ الاي هذه ابسلون هي نفاذية الوسط هنا عندنا نفاذية الفراغ او الهواء في free space ابسلون تساوي 8.85 في 10 قوة ناقص 12 قوة على مسافة وتساوي قيمتها شنو؟ كولوم تربيع على نيوتن في متر تربيع كولوم تربيع على نيوتن في متر تربيع هذه وحدة نفاذية الهواء لو نلاحظ هذه المعادلة ونقارنها بقانون نيوتن للتجاذب راح نلاحظ القوة على الجذب بين جسمين اللي هم كتلتهم M1 و M2 والمسافة بيناتهم R راح يكون نفس الشكل ما لو نطبق على قانون كولوم F تساوي ثابت التناسب اللي هو G M1 في M2 على R تربيع هذا قانون نيوتن في الجاذبية هنا G راح تمثل gravitational constant اللي هو قوة الجاذبية الأرضية لكن قوة الكهربائية وقوة التجاذب راح تكون شنو مختلف بالظاهرة electric interaction depends on electric charge and can be either attractive or repulsion while gravitational interaction depends on mass and are always attractive because there are no such thing as negative mass هنا أنا أقول متشابهين بالشكل لكن الحقيقة أنه هم يختلفون لأنه قوة الكهربائية تعتمد على كمية الشحنة ونوعها سواء كانت لو كانوا الشحنات متشابهة أو مختلفة في قوة التجارب والتنافر بينما في قوة التجارب في
قانون نيوتن هتكون هناك تعتمد على كتلة المادة فقط ولا تعتمد على نوع لأنه لو يوجد شحنة سالبة كمية كتلة سالبة راح تكون دائما كتلة موجبة. الشكل أبناء shows two positively charged particles fixed in place on x-axis. The charges are Q1 بالتكية Q1 قيمتها 1.6 في أشهر قولنا 19 كولوم و Q2 تساوي 3.2 في أشهر قولنا 19 كولوم and the particle separation is R مسافة بيناتهم R تساوي 0.2 متر. What are the magnitude and direction of the electrostatic force F1 on particle 1 from particle 2? عندنا بهذا الشكل يمثل عندنا جسمين مشحونين، الجسم الأول Q1 عليه شحنة Q1 قيمتين، وشحنة الجسم الثاني Q2. هنا طالب من عندنا بالسؤال What are the magnitude and direction؟ ايش قد القوة مقدار الاتجاه القوة الكهربائية اللي مؤثرة على particle 1 من particle 2. انتبهوا هنا مؤثرة على particle 1 من particle 2. شلون تكتبها؟ F12 يعني هنا شنو؟ القوة مؤثرة على الجسم الأول اللي هو 1 من قبل الجسم الثاني اللي هو الثاني. دائما هذا الصيغة نفهم شلون نكتبها. F12 يعني قوة مؤثرة على الجسم الأول اللي هو 1 من واسطة الجسم الثاني اللي هو 2. لو كتبنا F21 شو راح تكون؟ تكون قوة مؤثرة على الجسم الثاني بسبب الشحنة الموجودة على الجسم الأول. يعني الجسم الأول حنعتبره ثابت، راح نعتبر واحد منهم ثابت والثاني هو المتحرك بكل اتجاه قوة في اتجاه حركة الجسم الآخر. إذا لم نحسب القوة F12 تساوي لنا نكتب القانون 1/4πε0 مضروبة في Q1 مطلق Q1 في مطلق Q2 على مربع المسافة بينهما. هنا لما نجي نطبق القانون أول شيء لازم تكون كمية الشحنة بالكولوم و المسافة تكون دائما بالمتر. إذا كانت غير هذه الوحدات فلازم نوحد الوحدات. الثابت هذا 1/4πε0 القيمة الدقيقة إلى هي 8.99 في 10^9 نيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع. وهنا احنا دائما نستخدم القيمة المقربة 9 × 10^9 مضروبة في كمية الشحنة الأولى ومضروبة في الشحنة الثانية على مربع المسافة بينهما بالمتر. Thus force F12 has the following magnitude and direction relative to the positive direction of the x-axis. هتكون الناتج هو 1.15 في 10^-24 نيوتن والاتجاه هو 180 درجة. طلاب انتبهوا إلى حالة مهمة جدا اللي هي لما يقول لنا احسب القوة المؤثرة على الجسم الأول بواسطة الجسم الثاني. يعني الجسم الثاني اللي هو المؤثر راح يكون يعتبر موجود في نقطة الأصل في المركز، والجسم الأول هو اللي راح يتأثر، يعني القوة راح تكون هو المتحرك. الجسم الأول الجسم الثاني يعتبر ثابت
وجسم الأول هو متحرك. لذلك يكون الاتجاه الأول حسبناها بالمثال أنه تمثل على شكل سهم موضوع بدايته على الجسم الأول، واتجاه يمثل اتجاه حركة الجسم الأول فيما لو كان خم. هذا هنا راح نلاحظ هو التنافر، تبعد الجسم الأول عن الجسم الثاني، وصل هو التنافر اللي سلطها الجسم الثاني على الجسم الأول. يعني اعتبرنا الجسم الثاني هو المستقر والجسم الأول هو المتحرك، فهنا تأثر القوة تكون تبعد باتجاه السالب من اكس اكسس. فيما لو كان بالعكس، احسب القوة المؤثرة على الجسم الثاني بسبب الجسم الأول، يعني شو يصير؟ F21، يعني شنو F21؟ نحسب القوة المؤثرة على الجسم الثاني بسبب وجود الجسم الأول، يعني حيكون الجسم الأول هو الثابت والجسم الثاني هو المتحرك. لذلك راح يكون شنو هنا السهم؟ راح يكون السهم موضوع على كيوتو واتجاهها باتجاه الموجب للاكس اكسس. اعتبرنا الجسم الاول ثابت والجسم الثاني هو متحرك، لذلك راح تاثر القوه تبعد عن الجسم الاول وتكون باتجاه الموجب للاكس اكسس. لذلك الاف 1 2 تختلف عن الاف 2 بالاشاره فقط، انه هذا تكون القوة باتجاه الماينس اكس اكسس وهذا يكون باتجاه الموجب من الاكس اكسس. هذا ما عليكم تربطون به، عليكم دائما تعرف تحدد اتجاه القوة وين، دائما تكون عارف وين من الجسم المؤثر يعتبر ثابت والجسم المتأثر راح يكون هو المتحرك. اف 1 2 يعني القوة مسلطة على الجسم الأول بواسطة الجسم الثاني، يعني الجسم الثاني هو شنو؟ يكون الثابت، والجسم الأول هو شنو؟ المتحرك. مثال آخر، فيما لو كانت هناك عندنا ثلاث شحنات بهذا الشكل C، عندنا Q1 وQ2 هو نفس الشيء، Q1 نفس الشحنة موجبة وQ2 نفس الشحنة الموجبة الأولى في المثال السابق، لكن هنا وضعنا بينهما شحنة أخرى مقدارها Q3 اللي هي شنو؟ سالبة، تبعد مسافة 3/4 R، يعني تكون في تبعد ربع المسافة بين Q2 و 3/4 مسافة بين Q1. هنا راح تكون عندنا حالات مختلفة. فيجر هذا identical to figure A except that particle 3 now lies on the x axis between particle 1 and particle 2. Particle 3 has charge على شحنة سالبة 3.2 10 قلم 19 كولوم and is at a distance 3/4 R from particle 1. تبعد مسافة 3/4 R، يعني إذا كانت مسافة بيناتهم 1 متر راح تكون هي عبارة عن 3/4 متر عن الشحنة الأولى. What is the net electrostatic force F1 net on particle 1 due to particles 2 and 3؟ يعني القوة المؤثرة على الشحنة الأولى بواسطة الشحنة الثانية والشحنة الثالثة. يعني هنا عندنا شحنة الجسم الأول مشمول بشحنة موجبة وموسع عليه بشحنتين قريبة منه، واحدة منهم موجبة وواحدة منهم سالبة. يريد محصلة القوة المؤثرة على هذا الجسم الأول. وهذه الحالة شو حتكون؟ يعني راح نتعامل مع الجسم الأول على شكل حالتين، نفترض أن وجود فقط شحنة واحدة ونحسب قيمة القوة وبغض النظر عن الشحنة الثانية، ثم الحالة الثانية نحسب
Tesir kuru sarısı aletçisi kendime kuru sani cihan sani kaybolduydu. Yani tabu hale martiyen marra vücud cisim sani ve marra vücud cisim sani. Bu bahdiyen nicma muhassilet kuru muhassira aletçisi l-avvel. القوة المؤثرة على الجسم الأول بواسطة الجسم الثاني حسبناها اللي هي نفس الشيء F12 طلعناها بالمثال الأول فبقى شنو؟ نحسب هسه الـ magnitude of F13 we can rewrite the equation هي كتابة المعادلة F1 3 تساوي 1 على 4 باي إبسلون نوت مطلق الشحنة الأولى مضروب في مطلق الشحنة الثالثة على الثلث أرباع مسافة R في مربع ونطبق الرياضيات عندنا القيم مالتهم 1.6 في 10 على 19 كولوم مضروب في 3.2 في 10 على 19 كولوم على مربع المسافة اللي هي 3 أرباع المسافة الأولى 3 أرباع تربيع في قيمة المسافة الأولى طلعنا قيمة القوة المؤثرة على الجسم الأول بواسطة الجسم الثالث The net force F1 محصلة قوة F1 على الجسم الأول on particle 1 is the vector sum of F1 و F1 3 هنا راح نرجع إلى محصلة قوة مثل ما أخذنا في المحاضرة الأولى أن هنا قوتين باتجاهين مختلفين وراح نحسب قيمتهم الاتجاهية لأن القوة قلنا كمية متجهة لذلك راح تكون عندنا شنو واحدة سالبة وواحدة موجبة بالنسبة لي الأوريجين بوينت نقطة الأصل قلنا واحدة راح تكون متابعة نقطة الأصل وواحدة راح تكون باتجاه سالب وواحدة تكون باتجاه موجب لذلك راح تكون هون القوتين اتجاهين مختلفين لذلك حاصل جمعهم هو حاصل جمع جبري وهتكون واحدة سالبة وواحدة موجبة يعني هتكون F واحد اثنين قلنا شنو باتجاه سالب الاكس اكسيس باتجاه سالب الاكس اكسيس انتبهنا الجسم الثاني في نقطة الاوريجين والجسم الاول حيبتعد يكون وين باتجاه السالب الـ x-axis لذلك راح تكون قوة ناشنو قيمتها سالبة بينما القوة الثانية نتيجة الجسم الثالث هتكون شنو هي قوة تجذب الجسم الثاني نحو الجسم الثالث راح تكون بهذا الاتجاه الموجب لذلك هنا الجسم راح يكون متأثر بقوتين وهذا الاتجاه السالب الـ x-axis F1-2 والثاني باتجاه الموجب F1-3 لذلك راح تكون واحدة موجبة وواحدة سالبة في الحالة الثالثة هنا عندنا الجسمين الأول Q1 على شحنة U1 والجسم الثاني على Q2 هنا نفس الحالة الأولى لكن موجود شحنة رابعة اللي هي Q4 تكون سعرتها سالبة ويكون اتجاهها ليست على الاكس اكسس وانما بزاويه مع الاكس اكسس مقدارها 60 درجه زاويه ثيتا مقدارها 60 درجه هنا انا طالب من عندك السؤال هذا احسب القوه المؤثره على Q1 بوجود الشحنات اللي صار مشحونه Q2 و Q4 هنا من هذا الشكل راح نلاحظ احنا عايزين نحسب القوه المؤثره محصله القوه المؤثره على الجسم الاول اللي هو يحمل شحنه Q1 يعني راح يكون
حسب هذا الشكل شنو قوة الأولى نتيجة وجود الجسم الثاني تكون باتجاه السالب للإكس أكسس تأثر عليه، والقوة الثانية وجود الشحنة الكيو 4 هنا شحنتين مختلفتين، لذلك شو هتسوي؟ تحاول تجذبه يكون اتجاهها اتجاه قوة نحو الكيو 4. يعني تشوفون هنا راح تبتدي من الكيو 1 إلى الكيو 4 قوة التجاذب. يعني لو افترضنا الجسمين الكيو 4 ثابت والكيو 2 ثابت، إذا الجسم الأول راح يحاول يتحرك حسب القوة المؤثرة عليه بواسطة هذول الجسمين. هنا راح نحسب أول شيء القوة المؤثرة على Q1 بواسطة الشحنة Q2 اللي هي نفسها حسبناها بالمثال الأول، وعرفنا اتجاهها اتجاه السالب من الـ X axis، وراح نحسب لذلك راح تكون هنا محصلة القوة هي قوة بين ناتجة من F1-2 و F1-4. يعني راح نحسب القوة الأولى اللي هي F1-2 تكون باتجاه السالب من الإكس أكسس، والقوة الثانية حتكون بين 1 و 4 بهذا الاتجاه زاوية 60 درجة. بعدين شو نسوي؟ لازم نحسب محصلة قوتين دول، وين راح تكون القوة المؤثرة على هذا الجسم نتيجة هذه القوتين، هي عبارة عن محصلة قوة 1 2 وقوة 1 4. هنا راح نقدر طرق حسابها بأن احنا ناخذ طريقة التحليل. القوة F1 4 راح تتحلل إلى مركبتين، F1 4 كوساين ثيتا، و F1 4 باتجاه Y أكسس ساين ثيتا. وراح تكون عندنا هنا راح نحسب اللي على الاكس اكسس اللي هي اف 1 2 باتجاه السالب من الاكس اكسس، و اف 1 4 كوساين ثيتا باتجاه الموجب للاكس اكسس، هيكونوا قوتين بالعكسين بالاتجاه، فيكون محصلتهم هو جمع جبر لهم. وبعدين حتكون عندنا اتجاههم حيكون اتجاه القوة الأكبر، و حتكون عندنا قوتين متعامدتين اللي هي بين الـ X component والـ Y component، فنحسب محصلتهم النهائية بين نظرية فيثاغورس. The net force F1 net is a vector sum of 1, 2 and the new force F1, 4 acting on particle 1 due to particle 4. Because particles 1 and 4 have charge of opposite sign, particle 1 is attracted to particle 4. Thus, force F1, 4 on particle 1 is directed toward particle 4 at angle theta south t derge, as indicated in the free body diagram. راح نحسب القوة بين الجسم الأول Q1 والجسم الثاني Q2 Q4، ونطبق المعادلة مرة ثالثة. عندنا 1 على 4 باي ابسلون نوت مضروبة في Q1 في Q4 على 3 أرباع مسافة R2. حسبنا قيمة القوة 2.05 في 10 قوة ناقص 24 نيوتن. حسبنا قوة ضمن اتجاهها هتكون باتجاه زاوية 60 درجة من الاكس اكسس. هنا القوة المحصلة على يو 1 هتكون حاصل جمع اتجاهي للقوة الأولى وهي الثانية F1 2 و القوة F1 4. قلنا هنا بما أنه F1 4 ليست على خط واحد وإنما بزاوية 60 درجة، لذلك راح تتحلل إلى مركبتين.
work with x-axis, of the net x-axis, and that's the two point, to say with me. Of واحد اثنين x-axis, زائد of واحد اربعة x-axis. هنا of واحد اثنين هي بالx-axis, زائد of واحد اربعة cosine 60. لذلك وجدنا محصلة القوة على الجسم الأول باتجاه الاكس اكسس قيمتها ناقص 1.25 في 10 قوة ناقص 25 نيوتن، يعني وين اتجاهها؟ باتجاه السالب من الاكس اكسس. The sum of y component gives عندنا الجمع باتجاه الواي اكسس، شو حتكون عندنا؟ اف 1 2 باتجاه الواي زائد 1 اف اف 1 4 باتجاه الواي. بما انه اف 1 2 هي على الاكس اكسس، اذا كانت مرتبتها العموديه تساوي صفر، فاذا عندنا قوه واحد في الاتجاه الاعلى هي اف 1 4 ساين 60، قيمتها تساوي 1.7 8 في 10 قوه ناقص 24 نيوتن. الامر صار عندنا يؤثر على الجسم قوتين، قوه باتجاه السالب الاكس اكسس وقوة باتجاه الموجب من الواي اكسس. قاصد قضيت في تاقوس راح اطلع القوة اللي حسيتهم هو مربع قوة الاكس اكسس زائد مربع القوة باتجاه الواي اكسس تحت الجذر التربيعي، فتكون قيمتهم هو بعد حل هذه تطبيق قانون هذا وتكون قيمتهم هي بالنيوتن 1.87 في 10 قوة ناقص 24 نيوتن. الاتجاه هنا وين شلون طلعها؟ راح تطلع باستخدام زاوية ثيتا انفرس اوف تان ثيتا اللي هو مركبة الواي اكسس هو باتجاه الواي اكسس على مركبة باتجاه الاكس اكسس، راح تكون قيمتهم هنا سالبة ليش؟ قيمة التان زاوية سالبة بمعنى انه باتجاه الربع الثاني وراح تكون قيمة الحقيقية تكون 86 زائد 180 راح تكون 94 درجة باتجاه الاكس اكسس. يعني لو نرجع للمثال هذا هتكون محصلة القوة تكون باعتبار بهذا الخط وهذا الاتجاه. محصلة الدولة تكون عبارة عن خط هذا الاتجاه باتجاه الربع الثاني يعني 94 درجة، يعني قريبة بتكون متعامدة. نأخذ مثال آخر على محصلة القوة مؤثرة الوسط أجسام مشحونة. عندنا هنا ثلاث أجسام مشحونة، الجسم الأول يحمل شحنة كيو 1 مقدارها زائد 4 مايكرو كولوم، انتبهوا للوحدات مايكرو كولوم، والجسم الثاني يحمل شحنة مقدارها ناقص 6 مايكرو كولوم، ويكون الجسم الثاني يقع باتجاه زاوية 73 درجة بالنسبة للإكس أكسس ويبعد بمسافة R 1 2 بوينت 1 5 متر. الجسم الثالث يقع على الإكس أكسس باتجاه موجب الإكس أكسس ويحمل شحنة مقدارها ناقص 5 مايكرو كولوم. السؤال ما طالب من عندنا احسب محصلة القوة المؤثرة على الجسم الأول بواسطة الجسم الثاني والثالث. أريد محصلة القوة المؤثرة على الجسم الأول نتيجة وجود الجسمين الثاني والثالث. بنظرة أولى على الشكل هذا راح نلاحظ الجسم الأول شحنته موجبة والجسم الثاني شحنته سالبة، إذا حتكون قوة بيناتهم شنو؟ قوة تجاذب. راح الجسم الثاني يحاول أن يجذب الجسم الأول باتجاه، فهتكون اتجاه القوة هنا F1-2 باتجاه الجسم الثاني بهذا الشكل.
الجسم الثالث أيضا شحنته سالبة، والجسم الأول شحنته موجبة، شحنته القوة هو التجاذب. يعني الجسم الثالث هيحاول يجذب الجسم الأول باتجاهه، لذلك حتكون القوة باتجاه الموجب للإكس أكسس، هيكون شكلها بهذا الشكل F1-3. يعني هيكون الجسم الأول واقع تحت تأثير قوتين، القوة الأولى هي باتجاه زاوية 73 درجة نحو الفيوتو، والقوة الثانية باتجاه الاكس اكسس الموجب 1-3. فالقطوة الأولى شو حنسوي؟ نحسب F1-2 بعدين نحسب F1-3 ثم نوجد محصلة هذه القوتين اللي هي F. كيف نوجدها؟ هنا لازم نحلل F1-2، حللها إلى مركبتين، مركبة الأولى F1-2 كوساين 73 ومركبة عمودية F1-2 73. يعني خطوات الحل، أول شيء راح نحسب تأثير كل جسم على الجسم الأول مهما كان على الأجسام، يعني حتى لو كان عندنا 3 شحنات 4 شحنات موجودة راح نحسب كل شحنة تأثيرها على الجسم الأول. هنا عندنا حالة وجود شحنتين، شحنة أولى باتجاه الإكس أكس، شحنة باتجاه 73 درجة وشحنة باتجاه الإكس أكس. فهنا هنحسب القوة نتيجة وجود كل جسم مع الجسم الأول، ثم نحسب محصلة القوة المؤثرة على الجسم الأول نتيجة وجود هذه الأجسام. أول شيء نطبق القانون، قانون كولوم، F1-2 تساوي لنا K في مطلق Q1 مضروبة في Q2 على مربع المسافة بيناتهم. نلاحظ أمامي أهم شيء تلاحظ الوحدات المستخدمة Q1 و Q2 نغطيها بالمايكرو كولوم، يعني لازم نحولها للكولوم. شو نسوي حتى نحولها؟ لازم نضربها شنو؟ في 10^6. نضربها شنو؟ في 10^6. فراح نطبق القانون، الكي هو عبارة عن 9 × 10^9 نيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع، ومطلق الشحنة الأولى 4 × 10^6 مضروبة في قيمة الشحنة الثانية 6 × 10^6 كولوم على مربع المسافة بيناته، المسافة مطلية بالمتر وبعد تقل مثل ما هي. أما إذا كانت مطلية بالسنتيمتر شو نسوي؟ لازم نحولها للمتر. حسبنا قيمة القوة المؤثرة على الجسم الثاني، الجسم الأول بوسط الجسم الثاني، وطلعنا قيمتها بالنيوتن. نحسب القوة المؤثرة على الجسم الأول بوسط الجسم الثالث Q1 و Q3 والمسافة بيناتهم 0.1. أيضا نلاحظ الشحنة قيمتها بالكولوم، لذلك لازم نحول الكولوم ونضرب في 10^6. حسبنا قيمتها 3.18 نيوتن. هنا شو هنسوي؟ بما انه F1-2 هو بزاوية 73 درجة، لذلك راح يتحلل إلى مركبتين، مركبة اكس اكسس ومركبة واي اكسس. F1-2 باتجاه الاكس كومبوننت راح تكون قيمة القوة مضروبة في كوساين 73، طلعنا قيمتها، و الواي كومبوننت هيكون في الساين 73. راح نحسب بالاكس اكسس عندنا F1-3 هي باتجاه الموجب الاكس اكسس، لذلك ما هتكون
Kime ne var kıvamı diye sapar. Fenane nahnecman. Evi lekşan konen edne zâlesi yapası resmâni bu yarısı muhtar fahat konuşunu edne lef eksi eksiz mutlun bu halor şimdi mutlu biteceğim mucu bir eksi eksiz bunlar talep hadis sehem lafı hadis sehem ve rüyal eksiz mertibete hakkın zâlesi yapası resmâni mutlu مكتوب باتجاه الواي اكسس عدة صار قوتين متعلقتين موجد محصلاتهم موافق قانون فيثاغورس f تساوي من f x تربيع زائد f y تربيع تحت الجذر ونوجد قيمتها تعطي لنا 23 نيوتن باتجاه ثيتا هذه الزاوية حتى نحسب ثيتا نوجد انفرس اوف تان ثيتا و fy على ال fx راح يطلع لنا زاوية قيمتها 24 درجة يعني راح يكون الجسم الأول متأثر قوة دارة 24 نيوتن باتجاه زاوية 24 درجة من ال x axis نتيجة وجود الشحنتين الأولى والثانية اللي تأثر عليه إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا السؤال هذه هنا عندنا هي نفس الشيء مثل ما أخذنا القوة المؤثرة في الكميات الاتجاهية بس هنا الفرق أنه القوة لن تكون معطاة وإنما إحنا نحسبها مراجعة بسيطة قلنا خطوات الحل لو كانت عندنا مجموعة أجسام مشحونة تأثر على الجسم نريد نحسب القوة المؤثرة على هذا الجسم نتيجة وجود هذه الشحنات حوله فراح نحسب القوة المؤثرة على هذا الجسم اللي هو محدد بالسؤال هنا مثل Q1 القوة المؤثرة على هذا الجسم نتيجة وجود عدد من الشحنات حوله فراح نحسب القوة المؤثرة عليه مع كل جسم موجود قريب منه على حدة بعدين نوجد محصلة هذه القوة هنا عندنا فقط جسمين حسبنا قوة تسعى لنتيجة Q2 وكان اتجاهها اتجاه زاوية 73 درجة وأيضا حسبنا قوة نتيجة وجود Q3 وكان قيمتها F1 و F3 باتجاه الموجب الـ X-axis وصارت عندنا قوتين F1 و F2 و F1 و F3 راح نحسب محصلة هذه القوتين هتكون هي قوة F كيف نحسبها؟ بما انه F1 و F2 زاوية 73 لذلك راح نحلل مركبة عمودية ومركبة افقية ونحسب مركبات الافقية مع بعض والمركبة العمودية مع بعض وهتكون بعدين ناخذ قوتين متعلقتين ونحسب محصلتهم وبالآخر نوجد اتجاه الزاوية اللي هو inverse of tan theta